السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوات، لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم طيبه؟ كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه يا ربي. هنا جالسه كنلاقي واحد الجلابه وقلت علاش لا ما نشاركش معكم كيفاش تلاقيو الخرطه ديالكم في الجلابه. شوفوا معايا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. وكنبدا بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وهنا البنات بالنسبه للخرطه كتجي على هذا الشكل، هذه ديال جهه وحده. هنا من بعد ما نبلتها كامله بالبره والخيط كناخذ سنتيم في الحاشيه ديال الثوب صافي، وكنبلها كامله من الجوانب صافي. هنايا بالنسبه لهذه راه الفتحه ديال الجلابه خليتها هي حتى الاخير، يعني حتى كنجمعها مع القب ومع الكمام عاد كتفينا. هنا البنات من بعد ما كتركب الخرطه كتجي بهذا الشكل، كتمونطا كامله من الجوانب من تحت من الكم. المهم راه المراحل ديال الخدمه غادي تشوفوهم معايا دابا، يعني الملتقى كيجي عندنا في الوسط كيف كتشوفوا. هنا بالنسبه للجلابه راه عندي مخزنيه، لقيت ليها الكتاف هما الاولين، اول بدايه كتبداو هي الكتاف كتلاقيوهم، عاد كتهبطوا للتركيز كتلاقيوه صافي، عاد كتجيو كتسدوا الكم ديالكم بهذا الشكل، هذا الكم. كتحاولوا ما تشربوش من الثوب باش يجيكم طروفه مقادين صافي. ومن بعد كنركب الخرطه بهذا الشكل صافي، عاد كنهبط مع الجوانب ديالها. وهنا البنات بالنسبه للملتقى ديال الملاقيه هنا فين كيتجمع ما بين الكم والتركيز والخرطه. هنا لاحظوا معايا البنات مزيان، هذه هي البدايه ديال الخدمه. هنا كيف كتلاحظوا لقيت التركيز ديالي بهذا الشكل، هذا هو الكم وهادو هما الضوفات فين كاين عندنا القطعه اللي غادي نركب فيها الخرطه، الجهه الاماميه والجهه ديال الظهر ديال الثوب صافي. هنا كيف كتشوفوا ملي كنقادو بهذا الشكل كناخذ الخرطه ديالي وكنطويها على جوج، كنقادها بهذا الشكل، نحاول نقادها مزيان باش واحد الجهه كنركبها من الجهه الاماميه كنلاقيها من الجهه الاماميه حتى كنوصل للمنتصف، يعني كيجينا المنتصف لديك الملاقيه اللي كتجي عندنا تحت التركيز. والجهه الثانيه بنفس الطريقه كنلاقيها في الجهه ديال الظهر صافي، وكنستمر. هنا البنات واحد الملاحظه بالنسبه للخرطه ديالنا، راه ما غاديش نركبوها من جهه الكم، هذا هو الكم، ما غاديش نركبوها من هذه الجهه، غادي نمشيو نركبوها من الجهه الثانيه، يعني من القدام ديال الثوب ومن الظهر ديال الثوب صافي. هنا كيف كتشوفوا معايا غادي نبدا الملاقيه ديالي حتى كنوصل لهذا المنتصف، يعني جهه الملاقيه صافي. هنا غناخذ الحري ديالي اللي مبرم على ثلاثة ديال الشعرات والبران مرة خمسة، غنجي نخدم أول غرزة في هذيك القطعة اللي كتكون عندنا في الحاشية ديال الثوب، يعني القطعة اللي كيكون طراسي ديك الخياط صافي. هنا غادي نجي للراس ديال الخرطة وغادي نشد فيها غريزة صافي. هنايا الفيديو راه موضح نفسه، غادي نستمر في الخدمة حتى كنوصل المنتصف ديال الخرطة. صافي هنا البنات كيف كتشوفوا معايا انا هنا لقيت هاد الجهه هادي حتى وصلت للملاقيه ديالي اللي كتجيني في التركيز من التحت. دابا غنمشي عاوتاني نلاقي معكم الجهه الثانيه. لاحظوا معايا البنات هنا
هذا هو الكم ديالنا كيف كنوريكم بصبعي باش ما يتخلفوش ليكم. هذه الجهه اللي ركبت معكم مره الاولى، ركبتها من جهه القدام. الجهه الثانيه غادي نركبها من جهه الظهر. صافي، كنتمنى الشرح يكون واضح. كنشد من القطعه كيف قلت لكم، وكنمشي بالملاقيه ديالي حتى للراس. صافي، هنا البنات واحد ملاحظه بغيت نتقاسمها معكم. هنا بالنسبه للخرطه ديالنا راه ما كنركبوهاش من جهه الكم، حيت كاين بعض الاخوات اللي تيركبوها من جهه الكم. راه كتكون عندكم هنا في الراس ديال الكم كيجي عندكم واحد التكماش اولا واحد التبويقه كيف كتلاحظوا. مهم الطريقه الصحيحه هي اللي كنركبو من جهه الدوفات، يعني من الجهه الاماميه والجهه ديال الظهر. صافي، هنا غير باش كتفاداو ان يجيكم داك التكماش في الكم. انا هاد ملاحظه الخياط اللي قالها لي في الحقيقه، حيت انا قلت لي زعما بالنسبه للخرطه اللي عرفت، حيت فايت ليا كنت ركبتها شحال هذه لقيتها في الجلابه وكانت مركبه من جهه الكم. قال لي لا، قال لي من الاحسن تكون من جهه ديال الثوب من القدام ومن الظهر، حيت كتجي فيها داك التبويقه كيف قلت لكم اولا التكماش. صافي، هنا غنستمر في الخدمه ديالي باش نلصق نص الخرطه اللي بقى ليا من الجهه الاخرى. صافي، كيف كتشوفوا هنا البدايه ديالها. صافي، هنا البنات غادي نحاولوا نلصقوا الجهه الثانيه. هنا كيف سالي ليا الخيط جبت خيط جديد. صافي، غادي نستمر وغادي نكمل. هنايا هذا هو الكم كيف كتشوفوا اللي كيجي عندنا في الوسط. صافي، هنا غادي نكمل الخدمه ديالي حتى للراس. شوفوا معايا الطريقه. صافي، هنا البنات من بعد ما كملت هاد الجهه حتى هي الخرطه ديالنا كتجي بهاد الشكل. دابا غادي نمشي نسد الجوانب ديال الخرطه كيف كتلاحظوا. غادي نلاقي هاد الجهه الاولى كنلاقيها عادي حتى كنوصل للراس، وكنمشي للجهه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه كنلاقيهم بالملاقيه. صافي، عاد كيبقى ليا الكم هو الاخير كنلاقي حتى هو. صافي، هنا البنات من بعد ما لقيت الجوانب ديال الخرطه كيجيو على هذا الشكل، يعني هبطت بالجهه الاولى والجهه الثانيه. صافي، كيف قلت لكم كتحاولوا تثبتوا الثوب ديالكم بالفنايت باش ما كتجيكمش التراجيله في الثوب، كتجيكم الخدمه مقاده. صافي، مهم هنا حيدنا علينا دابا الخرطه، غنمشيو دابا للكم. الكم كنجيو حتى هو لذاك المنتصف اللي تيكون عندنا في التركيز، يعني هذيك التلاقيه اللي قلت لكم كتجي عندنا في الوسط. كنخدم غريزه وكنهبط مع الكم حتى كنوصل للراس. كن بلسمان، كن بلسمان، كن بلسمان، إن صار دهرك أرقما وحلاوة، إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثنا، أي الجزاء الغيث يبغي إنهما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما. عد الكرام المحسنين وقسهم، بهما تجد هذين منهم أكرما. يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما.
صافي هنا البنات، من بعد ما كملت الملاقيه ديالكم هذه هي المرحله الاخيره في الملاقيه. صافي ملي كنكملوا الكم ديالنا بهذا الشكل، كيف قلت لكم كيجيونا الجهات مقادين بجوج باش ملي كنديروا العطفه كتكون مقاده ومفينيه. صافي، مع السلامه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.